السلام عليكم. وعليكم السلام لالا. هاد الوقفة شنو المضمون ديالها؟ لالا هاد الوقفة المضمون ديالها هو تنعطيو ستان ابيل لهاد لي ريسبونسابل يشوفوا فينا، يعطيونا الالتفاتة ويطبقوا أوامر سيدنا. نعم. على الواقع ماشي ملي تنشوفوا الأوامر والواقع شكل راه صافي مالوكور صافي مالوكور. راه اون دي ديبلومي كاين دي ليسونسي كاين الناس اللي ايزون دي كريدي راه كاين اللي كرا كاري باش دار اون فواتور. نعم. راه كاين اللي باع رزقو كاين اللي جوسكا مانو راهم تيسوفري راه بزاف سي ترو سي ترو. القرار كيفاش تقبلته؟ القرار راه نو زابورتوري فهمتيني. راه هذا القرار اللي حنا الواقع شكل والاوامر سيدنا ما تتنفذش. راه هاد لي جون راهم تيقلبوا لنا على الافلاس بعدا. راه دي كومباني راهم في طريق الافلاس فهمتيني. سينو الا ما كانش شي التفاته ديال المسؤولين لينا راه حنا خصنا نخرجوا بولادنا. افون اون فو با دي كريدي اون فو ان اد ان اد ما نزيدو فو با اونتامي كريدي على كريدي تنعيشو في لافايت. يعني محتاجين دعم مادي. دعم مادي بدون كريدي بدون كريدي سينو راه حنا وبالنسبه للعمل واش كطالبوا انكم تبقاو مزاولين العمل ولا تكونوا حابسين؟ نو حنا اونيم حنا اونيم لو ميتي ديالنا. نعم. فهمتيني حنا كيف قلت في حوار اوني دي زامباساد دي زامباسادور ديال البلاد. ما يمكنش حنا ما يمكنليش انا نكره واحد المهنه على يتر نو خص هاد الناس يحببونا في هكا ويفهموا بان ليماج ديال البلاد راه هو التوريزم. ولكن كما عارفين حنا في حاله وباء وطبعا خاصك تخاف على صحتك وصحه الاسره ديالك وكذلك واش كتظن الا تلقوا السياحه واش غيكونوا التوريست مواكبين غيجيو زعما؟ حنا ما كنظنش ان غتكون السياحه. حنا اون شيرش با ميديا 14. نعم. اون شيرش با ميديا 14. حنا تنتتلوا الاوامر الاجراءات الصحيه لكل شيء وحنا ما تنقولوش خصنا النصارى دابا. حنا تنقولوا يفو نزيد نو زيدي خصنا حنا لي بيلي هما لو كريدي كاين. يعني تعفاو من بزاف ديال لي زافونتاج لي زانتيغي ولي زافونتاج فيهم لاسيغونس فيهم لي كريدي فيهم اون فو حتى حنا عندنا حتى حنا عندنا طموحات على ذكر الاولاد خصوصا ان دابا المدارس على الابواب وبزاف اللي كيقريو وليداتو في مدارس بريفي شنو هي الخطه البديله اللي دايرين؟ اون ابال ما مفتوحاش لينا لابيتي نشوفوا عاد لولادنا فهمتيني. نشوف قبل ما نشوف الولدي راه انا تنشوف لا سوسيتي دابا قبل ولدي ان ديك الغوسورس منين غادي نعيش ولدي ما كايناش. انا تنحمق دابا غير مع لا بنك. لا بنك راه ستانين مي دابا معايا فهمتيني راهم ستانين مي. يعني نتوما على وشك الافلاس توتال لحقاش لو توريزم سي اون اندستري فراجيل. الطلبات الرسميه دابا ديالكم هاد الناس يديروا التفاته ويطبقوا اوامر سيدنا على الواقع الله ينصرو. السلام عليكم. رازين دريس مقرر ديال الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي. حنا جات هاد الوقفه من بعد يعني مجموعه ديال المطالب اللي كنا تقدمنا بها سابقا وما لقيناش استجابه. يعني باب الحوار ديما كان مسدود من طرف الحكومه. مؤخرا كما شاف الجامعه على ان التعليمات ديال صاحب الجلاله الدعم ديال المقاولات الصغرى والجهات الصغرى والمتوسطه يعني عطات تعليمات اللي هي واضحه. هاد الناس هادو يعني سينيا واحد عقد برنامج ولا كيسميوهم كونترا بروغرام اللي كانت بالنسبه لنا حنا كنشوفوها كبيج بالنسبه لنا باش طيحنا في يعني في الفخ ديال الابناك. من المشكل الكبير واللي يعني كيأرق هاد الناس كاملين اللي اليوم واقفين هنا هو الابناك هو التاجيل ديال السدود. كما كنا شفنا يعني جميعا في اشهارات في القنوات يعني اللي رسميه على ان التاجيل بدون فائده. كنتفاجئوا بان احنا يعني تزادوا علينا واحد النسبه اللي هي كبيره مثلا على سبيل المثال الحصر مثلا
حافله ديال 17 مقعد يعني تزادت فيها في 3 موا ديال الروتور ديال لي شيونس تزادت فيها تقريبا 15000. نعم. يعني هذا مبلغ اللي هو كبير، ما بالك بالاشهر اللي مازال جايه. بالنسبه لسينيسيس يعني عطاو دعم للسائقين يعني ديال 2000 درهم، ولكن هاد 2000 درهم يعني كنتفاجئوا حنا بان في هاد الكونطرا فوغرام باننا غنوليو نخلصوا لا كوتيزاسيون عليهم سافو دير بحال اللي عطاوهم يعني 1200 وداك 800 غتخلصها لا سوسيتي. هادشي ابارتير من جونفي، حنا واش جونفي مثلا كنكونوا نتفائلوا ونقولوا بان مثلا ان ربي غير يزعينا هاد الجائحه وغادي نبداو مثلا بدينا في جونفي واش غنخلصوا لا كوتيزاسيون اللي حل علينا ديال داك الوقت ولا لا كوتيزاسيون السابقه. هما عطاو فتره ديال السماح ديال 18 شهر، ولكن لا ما يمكنش انا كنديكلاري نيو وكنديكلاري لي سالاري بزيرو ونخلص عليهم لا كوتيزاسيون. وهاد الناس هادو يعني اليوم ارباب الشركات شنو داروا معاهم؟ يعني انا كنهضر على ارباب الشركات. بالنسبه لارباب الشركات حنا عندنا كاين شي تعويضات؟ ما كاينش تعويضات، ما كاينش تعويضات، ما كاينش دعم. كاين غولونس، كاين واحد القرض اللي ديال 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 غولونس. هاد غولونس يعني بالنسبه ديال الفائده ديال 3.5%. حنا يعني كباقي القطاعات كنطالبوا بدعم مباشر ماشي قرض. اما القرض راه ممكن اي واحد غادي يمشي يدير قرض، ولكن حنا طالبين دعم كباقي القطاعات. يعني كاين قطاعات لا داعي لذكر الاسماء، يعني كاين اللي استافدوا يعني كسياره الاجره مثلا استافدت من كتستافد ديما ماشي اول مره من 80000 درهم ديال دعم، بعكس انهم يعني خدامين ما توقفوش على العمل. حنا موقفين 100%، يعني حنا يعني مشلولين، يعني المطارات سادين. حنا كنخدموا مع السائح الاجنبي، بغاو يديروا هما يعني كيقول لك بان السياحه الداخليه ما كايناش لان في الكونفينمون اللي كاين وندي ما كاينش سياحه داخليه. حنا حتى في الايام اللي كتكون عاديه وما كنخدموش مع السياحه الداخليه، حنا كنخدموا مع الاجانب. يعني حنا ترونسبور توريستيك بالنسبه للاجانب، هو هذا هو الدخل ديالنا اللي كنا يعني الدومين ديالنا اللي كنشتغلوا فيه. نعم. وحنا الا ما داروش معنا الحل يعني حتى وليداتنا غنخرجوا من الشارع، لان رسالتي الاخيره هو ان هاد الناس هادو يفتحوا معنا باب الحوار، يجيو تحاوروا معنا. حنا الوقفه، حنا من الصباح حنا واقفين، مازال ما هضر معنا حتى شي واحد، حتى شي مسؤول ما خرج عندنا. السلام عليكم.